افضل لاعب في النادي الاهلي او مين افضل حد في اللقاء ده كله على بعضه؟ تقدر تديني اجابه واضحه؟ حمدي فتحي. حمدي فتحي. لو معاك الصور هفرجك على حاجه جامده جدا وبعدين نشرح للحالات. معانا هو رقم الصور. لان طبعا تامر شرح ووفى القصه بتاعت حمدي فتحي كان موجود علشان راس الحربه خالد عبد الباسط. ماشي. في ماتش الزمالك خالد الصور اهي. في ماتش الزمالك خالد عبد الباسط عمل 20 تمريره. في ماتش الاهلي عمل كام تمريره؟ 5. حمدي فتحي. اوكي. واحد من اهم الاسلحه اللي كانت موجوده في ارض الملعب. الصور زي ما كان تامر شرحها وهيبقى عليها بس باقي الحالات الدفاعيه للاهلي اللي هنتكلم عليها. ممكن نمشي شويه بالصور تتفرج على حمدي فتحي وهو دايما مع خالد عبد الباسط وبالتالي مأمن المساحه اللي في ظهره الراجل اللي بعده على طول في ارض الملعب. حمدي فتحي وراه في كل حته في الملعب، في وسط الملعب، في خط الدفاع لما بيحاول يسرق ويستلم بين الخطوط، في وسط في الجانب الناحيه اليمين، الدنيا متسيستمه بحيث بسبب وجود حمدي فتحي دائما مع واحد من اهم حلول فريق الترجي على المستوى الهجومي. الباك باس اللي دخل جول في الزمالك اللي واحد من اشهر الجمل الفنيه اللي بتيجي اهداف في الترجي او بيسجلها فريق الترجي اتقفلت في مباراه الاهلي. ازاي المره الوحيده اللي حمدو الهوني وصل فيها لمنطقه الجزاء بسبب وجود حمدي فتحي؟ بص، المنطقه الصفراء دي هي المكان اللي هيستلم فيها الراجل اللي بيجيب الجول في الترجي دايما بنفس الطريقه دي. بسبب وجود حمدي فتحي الراجل بقى عنده وقت ان هو يطلع على المهاجم بتاع الترجي اللي مستني يستلم الباك باس، وبالتالي بقى في اريحيه وفي زياده عدديه والاهلي مطمئن تماما لانه يقفل الطريق على واحد من اشهر حيل الترجي للتسجيل.